المشكل اللي عندي هي صحتي. انا عندي لاسياتيك وعندي واحد الوقت كنزحف ما كنقدرش نوقف على رجليا. حاليا كان عندي الظهر دابا ولاو عندي الرجلين، وعندي شي ورقيني تعطيني رونديفو حتى شهر واحد نهار سبعة. محتاجه طبيب اللي يشوف لي صحتي، لان حاليا اي خدمه كنمشي ليها ما عنديش لا فورس باش نخدم، وانا عندي بنيه عندها 7 سنين ما عنديش واش نصرف عليها ومحتاجه ليا، وبنتي باقا صغيره. هذه دابا شي 12 عام كنت مزوجه بالراجل ديالي عايش في فرنسا، وكان كيسافر يخليني بلا فلوس، كان كيخليني نخرج نخدم. ملي كنخرج نخدم كنمشي للمعامل، انت عارفه لي بياس ديال لاكوب ديال المعمل، هزيت بياسه تحل لي الظهر ديالي. من داك الوقت انا حاليا ما نقدرش نهز شي حاجه ثقيله، ما نقدرش ندير شي موفمون لي واعر عليا، وهذا هو اللي مسبب لي عائق في الخدمه ديالتي. اي خدمه خاصني نكون كابابل، ما كنتش كابابل لي تيخرجوني. يلا صرحوني نيت من واحد الخدمه كتخدمها. النداء ديالي انا كنطلب من عند الله شي طبيب اللي يشوف لي صحتي، لان خاتني انا محتاجه نخدم على بنتي، وبنتي باقا صغيره. طبيعة الحال حاليا انا دابا ما بقيتش خدامه، انا دايره عكاريطه في الزنقه كنبيع الكارو، وانت عارفه امراه ملي تبرك على برا هي وبنتها كتبيع الكارو راه شي حاجه. انا ما كيهمنيش، انا مادام انا خدامه بشرف انا ما كيهمنيش، واني انا محتاجه شي حد اللي يعطيني واخا شويه الامل عن نقدر نخدم على بنتي وندير شي حاجه على بنتي، وشي طبيب اللي يشوف المرض ديالي، لان حاليا انا عاطيني حتى 7 شهور واحد انا ما قدرتش نوقف بداري. كندي معايا بنتي، وانت عارفه الوالدين الوليدات اللي معاها في المدرسه تعرفها، ملي كيشوفوك كتبيع الكارو كتحسي براسك بان شي حاجه طايحه. كنتمنى شي محسن ولا محسنين يجيو عندي، الا ما تاقوش بيا يجيو عندي للدار يشوفوا الوضعيه اللي انا فيها، ويجيو يشوفوا فين كنبرك، وباغا اللي وقف معايا عشويه عاد باش نقدر نخدم على بنتي.